والبغض في الله. ومن والى في الله ومن أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله وعادى في الله فقد نال ولاية الله عز وجل. وما أكثر المحبين لله المحبين في الله والحمد لله، تجد شخصين ليس بينهما قرابة ولا معرفة من قبل، لكن يجمع بينهما إيش؟ الطاعة، فيحبه لله لا لشيء. هذا أيضا من أسباب الأسباب التي يضل الله بها الإنسان في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن يجعلنا ولكم من هذه الصفات نصيبا، إنه على كل شيء قدير، والباقي إن شاء الله في الدرس القادم. أهل البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في أثناء الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. انتهينا إلى قوله: ورجل ذكر الله خالما ففطر عيناه، أليس كذلك؟ وهذا هو آخر هؤلاء السبعة. وعلى هذا أسئل: أولا، هل الظل هنا هو ظل الله نفسه؟ الجواب لا، وهذا شيء محال. ثانيا، هل هؤلاء أشخاص معينين بالشخصية أو بالوصف؟ بالوصف. ثالثا، هل يمكن أن تجتمع هذه الخصال في شخص واحد؟ يمكن، يمكن أن تجتمع في شخص واحد. طيب، هل إذا اجتمعت في شخص واحد كيف يكون الظل؟ يعني سبعة أظلة، نعم، أو ظل واحد؟ هو ظل واحد، ظل واحد. ولا، والظاهر أنه إذا وجد سبب للظل واحد وزادت أشياء، الظاهر أنه يعطى بذلك زيادة ثواب، زيادة ثواب غير الظل. وإذا دعا إذا دعت رجلا امرأة ليست جميلة وقال: إني أخاف الله، هل يحصل هذا الثواب؟ لماذا؟ لأنه مقيد بشرط الجمال، ولأن الجمال أقوى لإجابة الرجل ممن ليست جميلة. طيب، رجل تصدق بصدقة فرأى من المصلحة أن يعلنها حتى يقتدى به، فهل يخرج من هذا الثواب أو لا؟ الظاهر لا يخرج، لأنه بينها هنا لمصلحة، فيكون قوله فأخفاها بناء على أن السر أفضل، لكن إذا كان الإعلان أفضل فإنه لا يحرم من هذا الثواب. وهل إذا كانت الصدقة زكاة لا تطوعا هل يدخل في هذا الحديث؟ تصدق بصدقة، الظاهر يدخل بقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والزكاة تسمى صدقة. طيب، ولو أن رجلين تحابا في الله لكن يحصل بينهما في بعض الأحيان شيء من الكراهة الشخصية بسبب من الأسباب ثم تزول، هل يخرج من هذا الحديث؟ بناء على إيش؟ بناء على الأصل، لأن رجلين قد يتحابا في قد يتحابان في الله ثم يحصل بينهم مغاضبة في وقت من الأوقات فيكره أحدهما الآخر في تلك الحال ثم يعود إلى محبته في الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. قوله من غدا أو راح أي من ذهب إلى المسجد في الغدو أو ذهب إليه في الرواح، والغدو أول النهار والرواح آخر النهار. وفيه في هذا الحديث فضيلة من غدا إلى المسجد أو راح، وأول ما يدخل الغدو والرواح صلاة الفجر وصلاة العصر. وقوله أعد الله له نزله، وفي لفظ نزلا بالنكرة، والمعنى واحد، لأن نزلا وإن كان نكرة فالمراد النزل الذي يستحقه على عمله فيكون كالمضاف. وفي هذا إثبات وجود الجنة، لأن الإعداد إنما يكون سابقا، وهو كذلك، فإن الجنة موجودة وكذلك النار موجودة الآن، ولا يفنيان أبدا بأدلة ليس هذا موضع ذكرى لأنها مرت علينا كثيرا. نعم. إيش فيه؟ أي نعم هذا الشيخ كأنه مع الشرح، كأنه مثل طباعة الشرح. إيه هو أنا أردت أنا أتكلم عليه. وقال في الباب الذي قبله: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه. هذا الحديث فيه دليل على اتخاذ الخاتم، ولكنه يكون من فضة ولا يكون من ذهب، فإن خواتيم الذهب عن الرجال حرام كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز للمسؤول أن يأتي بأكثر مما سئل عنه، وذلك لأن أنس سئل سامي عن الخاتم فأتى بزيادة. وفيه دليل على أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم نظيف، فيستفاد من هذا فائدة أن الإنسان ينبغي أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا وخاتمه حسنا وكل ما يتصل به يكون حسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا قال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل. فإن قال قائل: هل يسن لنا أن نتخذ الخاتم؟ فالجواب: لا، ليس من السنة، لكنه من الشيء المباح، إلا من يحتاج إليه كالقاضي والأمير والرئيس والوزير والمدير ومن أشبه ذلك، أي من يحتاج إلى الخاتم، فهذا نقول السنة أن تتخذ خاتما. وإنما كان خاتما لأنه أحفظ، لأن الإنسان لو وضعه في جيبه فربما يضيع ويسقط، فكان وضعه في أصبعه أحفظ وأضمن أن يجده أحد فيفتات عليه. نعم دلوها. نعم. وين الحديث؟ إن جلس في المسجد يقيم الصلاة يا شيخ. نعم. هل المراد ينتظر الصلاة من الصلاة الأولى أو تقدم مبكرا إلى الصلاة الحاضرة؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني، لأني لا أعلم أن الصحابة ينتظروا صلاة بعد الصلاة إلا في صلاة المغرب والعشاء. ينتظر من العشاء إلى الفجر؟
أي هذا بعد الصلاة. الظاهر أنه لا سكر بغير اختيارك، وأن ترجيت رجوتهم أن تبقى ولكن أبوا، الظاهر أنه أنك معذور. على كل حال لا أعلم أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يبقوا بعد الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية، إلا ما يحتمله أنس كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء حتى تحفق رؤوسهم ثم يصلون ويتوضؤون، مع أن في احتمال ينتظرونها إذا جاءوا. نعم. لا هذا يحمل على أنها انتهت عند منتصف الليل. لا هذا نقول فيه احتمال، فيه احتمال، وعندنا نص محكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. وقد آذناكم من قبل أنه إذا وجد نص محتمل ونص لا يحتمل يحمل الأول على الثاني. ثلاثة اثنين. نعم. هنا الحديث الآن اللي معنا كله في إفيو ذكر رجل. والقاعدة أنه يثبت للنساء ما يثبت للرجال إلا بدليل. فمثلا إمام عادل لا يمكن أن تكون مرأة إمام، شاب نشأ في طاعة الله الله أنه يدخل فيه النساء. المهم من الأصل دخول النساء فيما ثبت في حق الرجال إلا بدليل، ودخول الرجال فيما ثبت في حق النساء إلا بدليل. فينظر الآن أيما أشد، أن تدعوه امرأة ذات منصب وجمال تدعوه، أو هو الذي يدعو امرأة ذات منصب وجمال؟ نعم الله الأول شد، لأن الغالب أن الرجل طالب والأنثى مطلوبة، فالظاهر أن في هذا لا يصح القياس لوجود الفارق. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزدي وقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاذ به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة. تباه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. البخاري يظهر والله أعلم أن الحديث الذي روي بلفظ الترجمة لم يصح على شرطه، وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقوله إلا المكتوبة يعني التي أقيمت، كما جاء ذلك أيضا في رواية الإمام أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت. وقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هل النهي هنا عن ابتداء الصلاة أو النهي عن ابتدائها والاستمرار فيها؟ الظاهر الثاني عن ابتدائها والاستمرار فيها، يعني فلا يجوز الإنسان بعد إقامة الصلاة المفروضة أن يصلي نافلة لا ابتداء ولا استمرارا. هذا ظاهر الحديث لهذا اللفظ، وهو ظاهر أيضا حديث مالك بن بحينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم
رأى رجلا يصلي وقد قيمت الصلاة يصلي ركعتين، فظاهره أن هذا الرجل قد ابتدأ من قبل، فقال له أصبح أربعا أصبح أربعا، وهذا الاستفهام للإنكار، يعني كيف تصلي الصبح أربعا؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إنه إذا أقيمت الصلاة بطلت الصلاة التي فيها النافلة، تبطل بمجرد الإقامة لقوله فلا صلاة، وهذا نفي بمعنى النهي، فيشمل الابتداء والاستمرار. وقال بعضهم إنه لا يشمل الاستمرار، وأن الإنسان له أن يستمر في صلاة النافلة ولو فاته ركعة أو ركعتان إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل السلام، وهذا هو المشهور من المذهب. والذي يظهر في هذه المسألة أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الأولى قطعها، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا كان في الركعة الثانية فقد أدرك هذه النافلة في وقت يحل له أن يصلي فيها فيستمر في النافلة. أما إذا أقيمت وأنت في الركعة الأولى ولو في السجدة الثانية منها فاقطع وادخل مع الإمام. وأما من قال إنها لا تقطع مطلقا إلا إذا خاف فواتها بتكبيرة الإحرام، مستدلا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا ليس بصحيح، استدلاله بهذه الآية ليس بصحيح، لأن قوله لا تبطلوا أعمالكم بالردة، فإنها هي التي تبطل الأعمال، وكذلك الصدقة إذا من بها أو آذى المتصدق عليه فإن أجره يبطل. المهم أنه ليس المراد لا تقطعوها. ثم نقول إن الرجل إذا قطع النافلة ليدخل في الفريضة فقد انتقل من مفضول إلى أفضل. نعم. لا ابتداء الإقامة. نعم. ها؟ نعم. وش معنى علمو؟ إنه يقطعها ولو كان، لا، الرسول قال الصبح أربعة، وهذا يدل على أنه في الركعة الأولى، لأنه لو كان صلى الركعة لو كان في الركعة الثانية لقال الصبح ثلاثة، فلا يمكن أن تكون الصبح أربعا إلا إذا كان بعد الإقامة، يعني قبل الإقامة وفي الركعة الأولى. نعم يا سليم. نعم. وش معنى ما فصل؟ إيه مطلقا، حتى وإن كانت نافلة وإن كانت فرضا، حتى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، كما يفسر حديث الإمام أحمد رواة أحمد. فلو أن الإنسان شرع في فائتة مثل آية الظهر ثم جاء الإمام وأقيم الصلاة العصر، فإن كان في الركعة الأولى قطع. عرفت؟ باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي للناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس،
فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، قيل للأعمش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه. وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام ابن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. باب حد المريض أن يشهد الجماعة، أي ما هو المرض الذي إذا وجد سقط وجوب الجماعة عن الإنسان. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر يخاطب أهل البيت أن يصلي بالناس نيابة عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف، يعني حزين يحزن، وربما إذا قام في مقامك لا يستطيع الصلاة من البكاء، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد يعني قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فأعادون، فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف. من يعني بصواحب يوسف؟ يعني النسوة اللاتي قطعن أيديهن. لكن هذا مشكل، لأن النسوة لم يحصل منهن كيد، أو حصل كيف حصل؟ قال قيل لهن إن امرأة العزيز إيش تراوج فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، وهن يريدن بذلك أن يطلعن على هذا الرجل. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فخرج. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، صرنا يقطعن أيديهن ذهولا وغفلة، فهؤلاء هم صواحب يوسف. وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم من عدم المبادرة بقولهن لأبي بكر أن ذلك من باب الكيد، لأنه من المعلوم أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس فوق مقام أبي بكر بمراحل، فإذا جاء خلفه إنسان دونه صار في نفوس الناس شيء. فأردنا أن يكون عمر رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس، هذا هو الظاهر لي من هذا الكيد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولنرجع الآن إلى صاحب الفتح. قال ابن حجر قوله فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف فيه حذف بينه مالك في روايته المذكورة، وأن المخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة، وفيه أيضا فمر عمر فقال مه
إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وصواحب جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط، كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخة فقط. ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبي كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها زيادة على ذلك وهو ألا يتشاءم الناس به. وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت لقد راجعته، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. الحديث وسيأتي بتمامه في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى. إذن هذا وجه المكر أو الكيد. ولكن لا شك أن أبا بكر أرق من عمر رضي الله عنه وأقرب إلى البكاء، وكان رجلا بكاء مشروعا ببكائه. وأما قول ابن حجر رحمه الله إن المراد بالصواحب صاحبة وهي زليخة التي هي امرأة العزيز ففيه نظر، لأن هذه المرأة صرحت بأن النسوة التي قلنا ما قلنا إنما فعلنا ذلك إيش مكرا، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، يعني يريدنا أن يطلعنا إلى هذا الغلام أو إلى هذا الفتى، لكن لم يقلنا هذا بلفظ صريح، بل قلنا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بذلك بمكرهن أرسلت إليهن. هذا هو ظاهر الحديث، وهو مناسب جدا أن يريد الإنسان بقوله خلاف ما يظهره في لسانه. كم يا شيخ؟ نعم زيادة. طيب. وأخرجه مسلم أيضا، وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال إن صواحب يوسف لم يقع منهن إظهار يخالف ما في الباطل. ووقع في مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف ذلك عنه، فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق فلم يتم. ووقع في أمال ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة عزيز يظهرن تعنيفها، ومقصودهن في الباطن أي يدعون يوسف إلى أنفسهن. كذا قال، وليس في سياق الآية ما يساعد ما قال. فائدة زاد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في هذا الحديث أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأمر عمر بالصلاة. أخرجه الدورقي في مسنده، وزاد مالك في روايته التي ذكرناها، فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. ومثله للإسماعيلي في حديث الباب، وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث، فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسف، وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك، ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير كما سيأتي في موضعه. على كل حال إن صح أن حفصة قالت ذلك في المشورة في عائشة من أحاديث أخرى، وإلا فهذا الحديث لا يدل على ذلك. ثم إن الغالب أن عائشة رضي الله عنها لا يكون عندها أحد من النساء، وإن كان يمكن أن حفصة جاءت لتعود الرسول صلى الله عليه وسلم،
على كل حال هذا الحديث فيه فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يمرض ويموت صلوات الله وسلامه عليه بقولها مرضه الذي مات فيه، وهذا أمر متفق عليه جاء به القرآن، وكذلك جاءت به السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من كل وجه، إلا أنه يمتاز عن غيره من البشر بأنه صلوات الله وسلامه عليه أهل للرسالة لقول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأنه يوحى إليه كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. ومن فوائد الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجه ذلك أن من استخلفه في أمته في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، يعني أنه يرضاه أن يكون خليفة له في أمور الدنيا. ويأتي إن شاء الله البقية. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا الحرين. بدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتكلم أظن على باب حد المريض أن يشهد الجماع، نعم، وذكر البخاري رحمه الله ساق الحديث حديث تخليف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس، وأنه صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة خرج يهاجى بين رجلين، قالت عائشة كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فما هو حد المريض أن يشهد الجماعة؟ يعني ما هو المرض الذي إذا أصاب الإنسان عفي له عن حضور الجماعة؟ الجواب على هذا وغيره من الأعذار يتضح بقول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل ما فيه حرج على الإنسان ومشقة فإنه معفو عنه. فإذا كان الإنسان إذا حضر الجماعة شق عليه مشقة شديدة أو مشقة ليست شديدة لكن لا يحتملها فإنه يعذر بترك الجماعة. وإذا دار الأمر بين أن يحضر إلى الجماعة ويصلي قاعدا أو في بيته قائما فأيهما يقدم؟ اختلف العلماء في ذلك كما اختلفتم أنتم أيضا، فبعضكم قال الثاني وبعضكم قال الأول. من العلماء من قال يقدم الصلاة في البيت قائما لأن القيام ركن والجماعة ليست بركن واجب، وإذا تعارض واجب وركن لا قدم الركن لأن الركن لا تصح الصلاة إلا به، والواجب للصلاة تصح بدونه كما سبق لنا تحرير ذلك أن الصلاة مع الجماعة واجب للصلاة لا فيها. وقال بعض العلماء بل يقدم الحضور إلى المسجد لأنه دعي بالأذان إلى الحضور، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب فيجيب. ثم إذا وصل إلى المكان الذي نودي منه للصلاة فإن قدر على أن يصلي قائما فعل، وإن لم يقدر فإنه يسقط عنه. وهذا القول هو الراجح أنه يقدم الحضور إلى المسجد لأنه يبدأ بالأوامر الأول فالأول. فما هو الأمر الأول؟ أن يجيب النداء، ثم إذا وصل إلى المسجد فإن تيسر له أن يصلي قائما فعل، وإلا صلى جالسا. في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إلي أن مكانك، ففيه دليل
على العمل بالإشارة، والعمل بالإشارة مع تعذر النطق أمر أظنه مجمعا عليه، لكن العمل بالإشارة مع إمكان النطق هل يعمل به؟ الصحيح أنه يعمل به، لأن المقصود بالألفاظ المعاني، فمتى ثبت المعنى بلفظ أو إشارة حصل المقصود. ولهذا نجد مسائل كثيرة تمر بنا في السنة يعمل فيها بالإشارة مع قدرة المشير على التكلم، لكن ما ورد النهي عنه أن يكون بالإشارة يعمل به، كالسلام مثلا، فإن السلام بالإشارة دون النطق منهي عنه، فلا بد من النطق بالسلام لأنه دعاء، والدعاء لا يحصل بالإشارة لمن كان قادم على النطق. وفي حديث أبي وفي الحديث هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي رواته عائشة أن الإمام إذا صلى جالسا صلى الناس وراءه قياما، لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان في مرض وفاته، وعلى هذا فيكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، لأنه صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه فصار يصلي قاعدا، فقام الصحابة وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. فيكون هذا الحديث عن الحديث الذي رواه عائشة في قصة أبي بكر يكون ناسخا للحديث الذي سبقه، هكذا قرر بعض أهل العلم، وقال إن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما، والصحيح خلاف ذلك، لأنه لا يجوز القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع، أما إذا أمكن فإنه لا يجوز القول بالنسخ، لأن القول بالنسخ يتضمن إبطال أحد النصين، فيزول بذلك شريعة من شعيرة من شعائر الله، فإذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز، لأنه يكون هناك عمل بالنصين، والجمع هنا ممكن، أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله بقوله إن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمة، فلازمهم أن يصلوا قياما، وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأبي بكر وأبو بكر يصلي بالناس كما جاء في الحديث هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حينئذ خافت الصوت لا يبلغ صوته الناس، وأبو بكر إلى جنبه فيسمع صوته، فإذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ثم كبر الناس بتكبير أبو بكر. وظاهر هذا الحديث أن هذه الصلاة بإمامين، وأن الناس يقتدون بالإمام المبلغ، وبناء على ذلك يكون الذين يصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي لا يوافقون المبلغين، وإن كان الإمام قد انتهى إلى الركن، وإنما إيش يتابعون المبلغين، فينتظرون إلى أن يتم تصويت المبلغ، ولكن الأمر ليس كذلك، فلنقول الإمام الأول هو العمدة، وأما الثاني فهو مبلغ وليس بإمام ولكنه مأموم، ويكون معنى الحديث يصلون بصلاة أبي بكر أي أنهم يقتدون بأقوالها بالتكبيرات، لأنهم لا يسمعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ نقول إن من تابع الإمام
وسبق المبلغ فصلاته صحيحة ولا إثم عليه. وفي هذا أيضا في الحديث دليل على ما سبق أن أشرنا إليه، وهو الإشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده، لأن استخلفه في الصلاة إماما للمسلمين، فكذلك أيضا في التدبير والتنفيذ والنظام. وقد دلت نصوص أخرى كثيرة على ذلك، منها ما يكاد يكون كالصريح، مثل مجيء المرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة لها، فقال لها أتين العام المقبل، فقالت إن لم أجد قال فأتي أبا بكر، وهذا كالنص الصريح. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأمر أن تسد جميع الأبواب إلى المسجد إلا باب أبي بكر. والأدلة في هذا معروفة في كتب العقائد. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حقال أخبرنا مالك. نعم، الرواية الأخرى اللي ساقها البخاري رحمه الله فيها فوائد. أولا بيان منزلة عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كانت عائشة عنده بالمنزلة العالية فقد وافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يحب الرسول، ومن كانت عنده على خلاف ذلك فقد ضاد الرسول عليه الصلاة والسلام وحاد الرسول. ومنها جواز استئذان الرجل للزوجات المتعددات أن يكون عند واحدة منهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له ففعل. فإذا كان الإنسان مثلا معه شيء من الكسل وكانت إحدى نسائه أرفق به من البقية واستأذن بقيتهن أن يمرض عندها فأذن له بذلك، فالحق لمن؟ الحق لهن، يجوز له ذلك بطيب نفسه. ولهذا لما خافت سودة بنت زمعة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهبت يومها لعائشة لتبقى زوجة له، وهذا من فقهها رضي الله عنه. ومن فوائد الحديث فضيلة عائشة ومنقبتها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في بيتها ومات في يومها، مات في يومه، ومات بين حاقنتها وذاقنتها لأنها مسندته إلى صدره، وكان أول طعم طعمه الرسول، وكان آخر طعم طعمه الرسول عليه الصلاة والسلام من الدنيا ريقها. كل هذه من مناقب عائشة رضي الله عنها، وهو دليل على أنه يجب علينا أن يكون لها عندنا في المنزلة ما ليس لبقية النساء. واختلف العلماء أيهما أفضل، زوجة خديجة أو عائشة، بعد اتفاقهم على أنهما أفضل زوجات. اختلفوا أيتهما أفضل، فقيل خديجة وقيل عائشة، ولا شك أن لكل منهما مزية وفضل لم يكن للأخرى. وإذا أعطينا كل ذي حق حقه قلنا هذه تفضلها في كذا وهذه تفضلها في كذا. ففي أول الإسلام ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعائشة نصيب من ذلك، بل كان هذا لخديجة وحدها. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لعائشة ورقته لها وكونها نشرت من سنته ما لم تنشره أي امرأة من نسائه تكون عائشة من هذا الوجه أفضل.
هذا فيما يبدو لنا من الأعمال. أما منزلتها عند الله فالمنزلة عند الله من علم الغيب، ليس لنا أن نتكلم فيها. وهكذا ينبغي في المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم أو بين غيرهم من أهل الخير كالعلماء وغير ذلك، إنما نفاضل حسب إيش؟ حسب ما يظهر لنا من الأعمال. أما المنزلة عند الله فهذه ليست إلينا. وأضرب لكم مثلا ولله مثل الأعلى، لو كان لك ولدا كلاهما يعمل معك، يمتثل أمرك ويجتنب نهيك ويساعدك على حد سواء، هل سيكون منزلتهما في قلبك سواء، أو هل يستلزم أن تكون منزلتهما في قلبك سواء؟ لا، قد يكون لأحدهما عندك من المنزلة أكثر من الآخر مع تساويهما في العمل. وهذه نكتة ينبغي الإنسان أن يتفطن لها، لا في المفاضلة